ايد واحده متماسكين ان شاء الله، وان شاء الله الكلام هذا من وراء الجبال. نعم نصر ان شاء الله قريب. فسر هذا الكلام من وراء الجبال هذا. خلينا نشوف المشاهد يا عزام. السلام عليكم صحابه كاسي فلسطين. Sebelum lanjut nonton, yuk subscribe, like, dan komen videonya. Jangan skip iklannya juga ya, karena iklan yang kalian tonton sama dengan donasi untuk Palestina. حجم الدمار في الشوارع والمفترقات كبير جدا. طبعا هذا البيت تضرر زي ما انتم ملاحظين، شاهدوا حجم الدمار اللي موجود. طبعا تخيلوا انه حجم الدمار هذا كله مش بسبب استهداف هذا البيت، يعني هذا البيت ما استهدفوه، بسبب استهداف برج هنادي. هذا برج فيه مجموعة من المؤسسات الإعلامية، في مكتبة، في نادي للقراء، فعبارة عن مؤسسات. شوفوا يعني هي اللي صار في البرج، يعني دمار مش بس للبرج، تخيلوا كل المباني اللي حواليه. تخيلوا هذا البرج كمان، شوفوا حجم الدمار اللي فيه، يعني في عدد من الاستهدافات حواليه. يعني هذا البرج أيضا في عدد من الاستهدافات، وهذا برج هنادي زي ما أنتم ملاحظين دمار كامل. حركة المواطنين هان في حركة للناس، زي ما حكيت لكم الناس جاي تشوف شو اللي صاير في البلد. حالكم؟ يعطيكم العافية. الله يعافيك. ايش بتساووا؟ ولا حاجة. ايش قاعد تتفرج على البرج؟ على برج هنادي؟ برج هنادي وبرج الأندلس. وين انت ساكن؟ دار سيدي والله. هنا هانا قريبة من هان؟ طبق في البرج. في البرج؟ ايش صار؟ في صار ايش لا سمح الله معهم؟ الحمد لله على سلامتكم. ايش اول مره تيجي تشوف المنطقه هاي؟ لا كل مره بيجي. كل مره بتيجي. طيب لو بدك تقول لي ايش الفرق، كيف كانت المنطقه وكيف صارت الان؟ والله قد خراب. خراب كل يعني كثير في حجم دمار هان بشوف. كبير انت. البرج لحاله، برج الهنادي لحاله خراب. المكان البرج لحاله هائل، البرج يعني مكان زيك. بعدين كمان في مؤسسات دوليه، مؤسسه احمد ياسين دوليه، وكان في مؤسسات كثير في البرج. وبعدين غير البرج اللي تدمر فيه ورا فندق غزة الدولة والصالة والشقق اللي تدمرت هنا كله خراب. طيب الآن لو بدك توصل رسالة ل يعني أهلنا في غزة، للشهداء، لأهل الشهداء، للجرحى، شو بتحكي؟ للشهداء الله عزم الله أجرهم وعوضهم خير، وإن شاء الله بيشوفوهم بالجنان عند رسول الله يا رب. واللي ضرر دورهم الله يعوضهم خير، وإن شاء الله هيرجع كل شيء أحسن من أول، رجع غزة أحسن من أول، وإن شاء الله يفك الحصار عن غزة. يا رب. وللأهلنا في الشيخ جراح، تعرف شو اللي صار في الشيخ جراح؟ البداية صارت التهجير. عشان التهجير، كل هذه قصة عشان التهجير. لأهلنا في الشيخ جراح شو بتحكي لهم الآن؟ لأهلنا في الشيخ جراح يعني الآن تعرف غزة دخلت وتصدت للعدوان، وكذا بسبب اللي صار في الشيخ جراح في القدس. عشان يا الله مش يا غزة، يلا مش يا غزة يلا مش. إيش توصلهم رسالة الآن بعد ما أنه كان في تحدي من أهل غزة؟ نوصلهم رسالتنا إنه بضلكم صامدين في الأرض وما تخلوش عنها مهما صار، وإن شاء الله التهجير هيوقف، ووقف هو تماما بشروط تبعت المقاومة، واحنا معهم ان شاء الله. ان شاء الله واحنا معهم اكيد، والحمد لله على سلامتكم. وان شاء الله بترجع هاي المنطقه بتصير احلى من الاول، والرحمه للشهداء، وان شاء الله شفاء للجرحى. يعطيك العافيه. الحمد لله على سلامتكم. يعطيكم العافيه.